الحمد لله حنا جمعية نسقنا مع وزارة الصحة ودازت الأمور بخير وعلى خير، ودرنا جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ودازت الحملة بخير وعلى خير. والحمد لله دابا حنا وصلنا 70 شخص، وهذه بداية بقى بحرى الوحدة ديال النهار. بقى إن شاء الله الناس اللي درنا لهم فرقناهم على حسب الوقاية، فرقناهم كل جروب درنا ليه فوقاش يجي لعندنا، وبقي عندنا الحمد لله استقبال ودازت الحملة بخير وعلى خير. وتنشكر إدارة المستشفى كانت في المستوى، والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير، والله يحيي علينا هذا الوباء. ودرنا جميع الإجراءات الوقائية، الكمامات، التعقيم، مسافات الأمان، ودازت الحملة بخير وعلى خير. الحمد لله في هذا اليوم المبارك ارتاح المستشفى الاقليمي لخنيفرة بمشاركة ديال جمعية السعادة للنهوض بوضعية الام والطفل لتنظيم هذه الحملة ديال التبرع بالدم. الحمد لله تمكننا باننا نوصلوا ما يزيد عن 100 شخص اللي جاوا باش تبرعوا. هاد الجمعية اللي كانت جات بهذا الطلب من خلال انه كان خصاص مهول هاد الجائحه ديال كوفيد 19 للفصائل الدمويه اللي كاينه، وبخصوص الفصائل النادره. الحمد لله هذه البادرة دازت بشكل جيد، اللي كان فيها الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي لجائحة كوفيد 19، من بعد التباعد، منها الكمامات، استعمال لا سوليسيون هيدروغليك في الباب، قياس الحرارة. وكنتمناو المزيد من هذه المبادرات، ونتمناو لهاد الجمعية انها تمشي في هذا الطريق اللي ماشيه فيه، وتنشكرهم بزاف. الحمد لله انا جد مسروره لانني ما انتظرتش ان غادي تكون هذه الكميه الهائله. والحمد لله اننا بدورنا اعضاء الجمعيه كنا كنقوموا بجميع التدابير الاحترازيه لفيروس كورونا. وكما كتعرفوا ان المغرب ديالنا عنده واحد النقص حاد على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الوطني بالكل، والحمد لله استطعنا دابا ساعه ديال المكانه استطعنا باش اننا نوفروا واحد الكميه اللي هي هائله. ساعه ديال المكانه يعني تقريبا دابا 10 ديال الصباح هذه وفرنا واحد 50 كميه من الدم، وباقي الحمد لله الخير جاي. وكما كنعرفوا حنا المغاربه حنا كنديروا يد في يد وكنتعاونوا، وهذه رساله لجميع المغاربه وجميع الجمعيات، ما كرهناهمش يقوموا بنفس الدور ويعاونونا ونديروا يدنا في يد المغاربه كاملين باش ننجحوا هذا النشاط. وشكرا. كما لاحظتم الاقبال الكبير اللي كان على الحمله ديال التبرع بالدم اللي قامت بها الجمعيه. هذا الشيء راجع للدور الكبير اللي كتلعبوه الرقمنه في ايصال الاخبار للناس، وراجع حتى الاعضاء والدور الكبير اللي قاموا به والحمله التوعويه اللي وسعوها على جميع ساكنه خنيفره، حيث انهم اضطروا انهم يدقوا حتى على الناس في ديورهم. والشكر لهم والجمعيه اللي ديما كتكون لها البادره في هذه الاعمال الخيريه والانسانيه. Thank you.
حنا جينا استجابة للنداء اللي دارته الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التبرع بالدم، وحنا جينا أنا ومجموعة من الأصدقاء ديالي وتبرعنا بالدم، والحمد لله داز كلشي منظم وكلشي مزيان، وتنشكروا هاد الجمعية على هاد العمل النبيل اللي كتقوم به والأعمال النبيلة اللي كتقوم بها في هاد الإطار. استجابة لهذا العمل التطوعي وهذه المبادرة اللي قامت بها الجمعية، حنا لبينا النداء وجينا باش اننا نتبرعوا بالدم، لاننا كنعرفوا صراحه يعني القيمه ديال العمل التطوعي، باش انك كتساهم بواحد الماده حيويه اللي هي من خلالها تقدر تكون سبب في انقاذ ديال حياه غيرك. ومن هنا كنبغي ندعو جميع المغاربه باش انهم يبادروا ويديروا مبادره بحال هذا الشكل هذا اللي فيها خير للبلاد. واحد المعلومه، الناس اللي كيجيو يتبرعوا بالدم راه كيستافدوا من جميع التحاليل وكيستافدوا من الجروب ديالهم ديال الدم، والحمد لله كلشي دايز مزيان. وهاد المبادره كنتمنى الله تكرر كل خطره باش ما يكونش عندنا خصاص في المغرب ديالنا، ونتعاونوا الكوفيد دابا راه خصنا نتعاونوا في اي حاجه، الحمله التحسيسيه ونتعاونوا في الوقايه ونتعاونوا في التبرع بالدم، اي حاجه خصنا نديروا يد في يد حنا الجمعيات ونتعاونوا. وكنتمنى من كل جمعيه هاد الماده ديال الدم راه كاين فيها خصاص، فيها خصاص بزاف، كنتمنى اي جمعيه تطوع ودير هاد الحمله هذه، وكنتمنى والله الله يحيد علينا هاد الوباء اللي وصلت ليه الوقيته ديال التلقيح، يمشي ديال التلقيح باش يتحيد علينا هاد الوباء يا ربي.